بسم الله، احنا على بعد ايام من ان التكنولوجيا تبقى كده بالشكل دوت. يعني الذكاء الاصطناعي خلاص بقى موجود في التطبيقات كتيرة بالشكل دوت، ان هو يفرش كل حاجة، ان هو يخلص لك الشغل. ممكن تقول له مثلا اعمل لي حسابات، احنا قلنا له وزع، فبيبدأ يعمل اكتر من تصميم ويقارن بينهم ويشوف ان الافضل وان الاحسن، وفي ثواني من غير ما انت تفكر تلاقيه هو اختار لك افضل حاجة ممكنة. ولو عملت اي تعديل هو يبدأ ان هو يدرس تأثير التعديل دوت على التصميم وعلى بقية الغرف، ويبدأ ان هو يضيف لك غرف، يضيف لك فرنتشر، يحذف لك الغرف والفرنتشر، حس ان انت ما تقعدش تقول لا ده انا نسيت كذا نسيت كذا. يبدأ مثلا يحط لك كراسي، يحط لك ترابيزات. الموضوع أسهل مما يمكن، وربنا يستر. وتقول له طب اعمل لي في الحساب بتاعتك مثلا تأثير ده على السي او 2، فيبدأ يعمل دراسات ويجيب لك أفضل تصميم يكون غير ضار بالبيئة. فبالتوفيق.